الإله الواحد آمين. إصحاح 9 في أعمال الرسل بيتكلم عن موضوعين أساسيين. الموضوع الأول يخص شاول اللي هو بولس الرسول، والموضوع الثاني يخص القديس بطرس الرسول. يبقى احنا بنتكلم عن مين في إصحاح 9؟ دايما بطرس وبولس، بطرس وبولس، بس احنا نعكسها، هو ايه؟ بولس وبولس وبطرس، بولس وبطرس. فإصحاح 9 بيبتدي بحكاية توبة شاول وتغيير حياته، وحكاية انه راح دمشق وهناك يتكلم عن المسيح، وبعدين يطردوه من دمشق ويروح لأورشليم. والجزء الثاني عن بطرس الرسول، معجزتين اكشن، هما معجزتين عملهم بطرس الرسول. معجزة بتاع واحد اسمه انياس، ده كان مضطجع على سرير مدة 8 سنين وكان مفلوج، وبطرس الرسول شفاه، قال له يشفيك يسوع المسيح، قال له يا انياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. وبعدين المعجزة التانية اللي يمكن انتوا عارفينها بتاع الطبيصة، واللي بقول لكم ان دي هي موضوع الابراكسيس بتاع بكرة، بكرة يعني في اليوم اللي احنا بنسجل فيه المحاضرة دي. فدول الجزئين، الجزء الاول بياخد من عدد 1 الى عدد 31، والجزء الثاني بياخد من عدد 32 لعدد 43. احاول اقرا معاكم الجزء الاول ونتكلم فيه شوية. يقول: اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم مسوقين الى اورشليم. وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق، فبغتة ابرق حوله نور من السماء، فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد متحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض، وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. أكمل باقي القراية بعدين. القصة بدايتها إن شاول، أنتوا عارفين إن شاول كان حاضر في اضطهاد استفانوس، وكان هو حارس الهدوم بتاعة الناس اللي قتلوا استفانوس. فبتكمل حكاية شاول انه رؤساء الكهنة ادوله ورق، او زي ما ادوله يعني قرارات، يعني انه اي حد يلاقوه من الطريق
ياخدهم ويحطهم في السجن. طبعا كلمة من الطريق دي ما هياش واضحة، بيقول حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم، يعني لقيهم من الطريق يربطهم يقبض عليهم ويأيدهم ويوديهم أورشليم عشان يتحاكموا قدام رؤساء الكهنة. فكلمة من الطريق دي مش معناها أي حد في الطريق، لكن كلمة من الطريق هو كان المسيحيين أو اليهود اللي آمنوا بالمسيح في الوقت ده كانوا بيسموهم جماعة الطريق، الطريق أو الطريقة، يعني يقولك دول بتوع الطريقة، بتوع الطريق، زوايا زوايا. فالزوايا مش مقصود بيها إن أي حد في السكة، لكن مقصود بيها إن أي حد يتبع طريق المسيح، لأن هو السيد المسيح قال أنا هو إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. فهم أخذوا الكلمة دي قالوا يبقى دول تبع الطريق أو تبع المسيح، السيد المسيح اللي هو قال عن نفسه إن هو الطريق. فمعنى كلام إنهم أدوا له رسائل أو أدوا له فرمانات إن أي حد يتبع السيد المسيح، أي حد يلاقيه في السكة بقى مسيحي يقبض عليه ويربطه ويوديه أورشليم. وبعدين هو ماشي في دمشق، رايح دمشق، طبعا تعرفين اليهودية تحت ودمشق فوق، فكان ماشي طالع فوق، فلقى نور حواليه في السماء فوقع على الأرض وسمع صوت قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فبيسأله قال له مين انت؟ هو طبعا شاول كل اللي في ذهنه انه بيعمل خدمة لربنا، لانه متهيئ له انه لما يقبض على المسيحيين ويسجنهم ده بيقدم خدمة لربنا، زي ما قال السيد المسيح انه يظن الذين يقتلونكم انهم ايه؟ يقدمون خدمة لله. فقال له أنا يسوع. قال له مين أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي تضطهده. فقال له طب عايزنا أعمل إيه؟ قال له أدخل المدينة، ولما تدخل المدينة هيقولوا لك هتعمل إيه. أنا فاكر أيام مزبيرو وولادنا اللي اتقتلوا هناك، كتبت مقال ونشرته على الإنترنت وسميته شاول المصري، لو حد فاكر المقال ده، فكتبت قلت شاول المصري. فكنت أقصد بشاول المصري ان كل واحد بيضطهد المسيحيين بيعمل زي شاول، بس كنت اقصد حاجة اهم من كده واحلى من كده. كنت اقصد ان اقول ان فيه رجاء كبير ان كل واحد اضطهد المسيحيين عشان دمهم ودم المسيح المبذول عشانهم يجي عليه يوم ويؤمن ويتغير باسم المسيح ويؤمن باسم الرب يسوع زي شاول الترسوسي. ما زال عندي هذا الرجاء ان كل شاول، شاول المصري، شاول العراقي، شاول الداعشي، شاول السوري، شاول اي شاول، اي واحد بيضطهد المسيحيين بقول له يا رب اشرق عليه بنعمتك زي ما اشرقت على شاول عشان يرجع ويقبل الإيمان بيك. لكن اللي يلفت للنظر
ويمكن كتير قوي بنتكلم عن النقطة دي، ان الرب يسوع يقول له انت بتضطهدني، بتضطهدني انا. انت لما بتضطهد المسيحيين انت بتضطهدني. هنا واضح المشاعر الأبوية بتاعت ربنا. وبصراحة كده لو حد زعل ابني بيبقى زعلني أنا، لو حد تعب ابني يبقى تعبني أنا. أنا ممكن أقبل على نفسي أتحط في مواقف صعبة، لكن ما أحبش إن ابني يبقى معايا فيها، لأن أخاف على ابني وما أحبش حد يمس ابني. فنفس الشعور ده عند ربنا. ربنا بيبص لكل واحد فينا على انه ابنه، وكل واحدة فينا على انها بنته. ده تخلينا النهاردة نبقى فرحانين يا جماعة، ان احنا عارفين ان احنا لينا اب سماوي واخد باله وحاسس بينا ومحرص علينا ومحوط علينا. في اشعياء 63:9 بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضراته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم، يعني فداهم يعني، ورفعهم وحملهم كل الايام القديمه. في كل ضيقهم تضايق. احيانا في ناس تسال سؤال عجيب قوي يمكن ما يصحش يتسال، يقولك هو ربنا حنين؟ ربنا حنين. هو ربنا صالح؟ ربنا صالح. فيروح يسال السؤال، طب لو ربنا محب وحنين وصالح ليه بيسيب الناس تتعذب؟ وليه يسيب الناس بيحصل لها اللي بيحصل لها في الدنيا ده؟ هذا السؤال في حد ذاته يعني ان احنا مش فاهمين احنا مين بالنسبة لربنا وربنا بالنسبة لنا. هذا السؤال كان ممكن يبقى سؤال ليه معنى لو كان الله ساكن في السماء سبحانه وتعالى زي ما بيقول اخواتنا المسلمين، واحنا عايشين على الارض ومفيش اي علاقة بيننا وبينه سوى علاقة ان احنا عبيد وهو السيد، علاقة عبودية او علاقة عبادة. كان ممكن نسأل السؤال ده، ان هو قاعد فوق في المكان الحلو الجميل الباهي في المجد الالهي، واحنا قاعدين تحت في الارض بمتاعبها ومشاكلنا، وهو اللي فوق ده يمكن مش حاسس بينا، وحاشا لله انه يبقى كده. فالسؤال بيدل عن عقلية مرجعها ليس فكر مسيحي، ربما يكون فكر اسلامي ولكن مش فكر مسيحي، لان الفكر المسيحي يقول عن السيد المسيح انه عمانوئيل. عمانوئيل يعني الله، الله معانا، الله معانا. ده مش بس ان الله معانا، الفكر المسيحي ان احنا هياكل للروح القدس، يعني الله يسكن فينا بروح القدوس. فاولاد ربنا في التجارب وفي الالام مش هما اللي بيواجهوا التجارب والألام بنفسهم. ولاد ربنا اللي في المسيح يسوع، المؤمنين بالمسيح يسوع، لما بيواجهوا الألام والتجارب والضيقات الله اللي فيهم هو اللي بيواجه معاهم، وهو اللي بيساعدهم، وهو اللي بيعبر بيهم، وهو اللي بيحافظ عليهم، وهو اللي بيطلعهم من التجارب، هو اللي بيطلعهم من التجارب. يعني انا عايزك تتخيل النهاردة، وعايزك تتخيل النهاردة انك في مشكلة معينة
عايزك تحس انك انت مش انت لوحدك اللي في المشكلة، ده الله اللي جواك هو معاك في المشكلة دي، والله بيواجه المشكلة دي، والله هو اللي يحملك ويعبرك من المشكلة دي. تعجبني قصة التلات فتية، كانوا تلاتة واترموا في وسط النار. مين كان يتخيل انه التلاتة يبقى معاهم من يشبه بابن الله؟ دخل معاهم في النار. انت داخل النار مالك مرعوب؟ مالك مربوك؟ انت مش داخل النار لوحدك، انت داخل تجربة، ما انتش داخل التجربة لوحدك. الله معاك، والله جواك، والله فيك، هو اللي بيعبر بيك. فبيقول في إشعياء: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. هو كان بيقول عن شعب إسرائيل، أتاري أن كل واحد من شعب إسرائيل لما كان بيتألم، لما كان القرباق بينزل على واحد من ولاد شعب إسرائيل، كان القرباق ده كان الرجل يقول أي، مش هو بس اللي بيقول أي، ده ربنا اللي جواه يقول أي، ربنا اللي معاه يقول أي. زي ما الإنسان بيتضايق، الله اللي معاه والله اللي جواه بيتضايق. زي الإنسان بيتألم، الله بيتألم فينا وبيحب يعبر بينا هذه الألام. في زكريا 2:8 يقول: من يمسكم يمس حدقة عينه. يعني لو واحد كده مس حد منكم، يعني معناه مس ربنا نفسه في حدقة عينه. العجيب ان في يوم الدينونة لما ربنا يقعد وياخد الناس يقدمهم على اليمين وعلى الشمال، فيقول لهم ايه: بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم، ولو ما فعلتوش يبقى بي لم تفعلوا. ازاي يا رب؟ ازاي؟ امتى شفناك جائع او عريان او غريب او مريض؟ قال: ما اللي انتوا فعلتوه بالناس دي فعلتوه بيا. مش معنى ان ربنا بياخدها بطريقه اعتباريه، انك زي ما عملت في ده يبقى كانك عملت فيها، مش زي كانك. لا، ده هو لان ربنا في الانسان، روح الله في الانسان، ونسمه الله الحيه في الانسان. انا فيا نفخه روح الله، نسمه الحياه من الله، وانت فيك نفخة الحياة من الله، وانت فيك نفخة الحياة من الله، واحنا فينا روح الله فينا. فأي حاجة تتعمل فينا كأنها اتعملت في ربنا، اتعملت في ربنا. اللي تفعلوه بأحد اخواتي بي فعلتم، واللي مش بتفعلوه بأحد اخواتي فبي لم تفعلوا. قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ما قالوش شاول شاول لماذا تضطهد المسيحيين، ما قالوش شاول شاول لماذا تضطهد ولادي، ما قالوش شاول شاول لماذا تضطهد بناتي. وبالصعيد يقول له: ما قالوش شاول شاول ليه تضرب قرايبي؟ لا، ما قالوش كده. قال له: شاول شاول لماذا ايه؟ لماذا تضطهد؟ وده لخبط شاول. قال: الله، ايه المصيبه دي؟ انا قدامي ناس على الارض وبعمل معاهم اللي بعمله. قال: لا يا حبيبي، اللي على الارض دول مرتبطين بالسماء، اللي على الارض دول اصلهم سماوي، جوهرهم الهي، ولاد ربنا، واللي يمسهم بيمس حدقة عينه. على فكرة بولس الرسول حكى الحكاية دي اكتر من مرة. ح
حكاها قدام مجمع أورشليم في أعمال 22، وحكاها قدام الملك أغريباس في أعمال 26. بولس ما نسيش الحكاية دي. ففي أعمال 26 قال نفس الحكاية، قال ان احنا لما سمعنا الصوت كلنا وقعنا، وبعدين يقول سمعت صوتا يكلمني باللغة العبرانية. في أعمال 26 بولس بيوضح الموضوع اكتر. اتاري اللي كان بيكلمه الرب يسوع بيكلمه عبراني، كلمه عبراني باللغة العبرانية. فبيقول سمعت صوتا يكلمني باللغة العبرانية، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده. القصة في أعمال 9 مختصرة، لكن في أعمال 26 بولس الرسول وضح حاجات أكتر. عشان كده أنا قصدت أن أنا أقرأ لكم اللي قاله بولس الرسول. يعني رواية لوقا الإنجيلي في أعمال 9 مختصرة قوي. معلمنا لوقا في أعمال 9 وقف عند شاول، شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفض مناخس. فقال وهو مرتعد يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له قم وادخل المدينة. دي الرواية بتاعت معلمنا لوقا في إصحاح 9. لكن الرواية اللي أثبتها معلمنا لوقا في إصحاح 26 بكلام بولس الرسول نفسه أكتر من كده شوية. في أعمال 26 قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، خلي بالك من الكلام، ولكن قف على رجليك، قف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخب خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به. الكلام ده كله لو أنتوا واخدين بالكم لحد مصحصح ولا نمتوا، الكلام ده مش موجود في إصحاح 9. فقال له قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما. يعني ربنا قال له أنا ظهر لك مش بس عشان اللي انت بتضطهدهم، ده أنا ظهر لك علشان مجهز لك خدمة ومجهز لك رسالة. ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، بما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. كل ده اتقال في الرؤية، كل ده اتقال في الرؤية. طبعا احنا لانه كل اللي في ذهننا الرؤية زي ما اتقالت في اصحاح 7 ما خدناش بالنا، لا ده في كلام كتير قوي، كلام كتير ما كانش حاجة عابرة كده. ما قالوش يا شاول انت اضطهدتني، وقال له اعمل ايه؟ قال له روح لحناني عملية خلصت على كده. لا ده قال له ده انا ظهرت لك علشان هنتخبك وتبقى خادم ليا، وعشان تبقى شاهد بما رأيت وتبقى تشهد بالحاجات اللي اوريها لك، وعشان انقذك من الشعب ومن الامم اللي انا ابعتك ليهم، وعشان تفتح عيونهم. مين يا رب؟ انت بتقول الكلام لمين يا رب؟ ده انت لسه بتقول تضطهدني، لسه بتقول لماذا تضطهدني؟
يعني شوفوا حنان الله ومحبة المسيح الفائقة الوصف. حتى الشخص اللي هو بيضطهده قال له تعالى يا حبيبي، ده انا مجهز لك حاجة حلوة، ومجهز لك رسالة، ومجهز لك خدمة، ومجهز لك ارسالية. وانت عارف يا شاول، مش انت بتضطهد اللي مأمنه باسمي؟ طب انت نفسك هتروح تكلم الناس عشان ينالوا بالايمان بيا غفران الخطايا؟ انت بنفسك هتروح تكلم الناس عشان يبقى ليهم نصيب مع المقدسين؟ انت بنفسك هتروح تفتح عينين العميان؟ انت بنفسك هتروح ترجع الناس من ظلمات النور، من الظلمات للنور؟ انت بنفسك هتروح تخلص الناس من سلطان الشيطان؟ الروعة دي، الروعة دي، الروعة دي اللي تطلع من شاول مثل هذا الانسان الرائع، وتطلع من شاول مثل هذا الانسان اللي ليه هذه الرسالة العجيبة العظيمة. فبيقول بقى سفر الأعمال، فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحد، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لم يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. أنا عايزكم تحطوا الروايتين جنب بعض. واحد كان مفتح وإيه؟ عمي. عمي كم يوم؟ 3 أيام. في الوقت اللي فيه عمي ربنا بيقول له أنا اخترتك عشان تفتح عيون العميان. إيه العجب ده؟ إيه العجب ده؟ ويقعد شاول 3 أيام يقول له أنت قلت لي إن أنا هفتح عيون العميان، بس أنا أعمى، أنا أعمى، ما تفتح لي طيب عينيا. أتاري كان عند ربنا خطة حلوة لشاول، إنه عمى عينيه مؤقتا عشان يفتح له إيه؟ عيونه الداخلية، عشان يفتح له عيونه الداخلية، وعشان يديله نعمة، وبهذه النعمة يقدر يفتح عيون العميان. في عدد 10 يقول: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها أنا ذا يا رب. خلي بالك، اربط الجزئين مع بعض. هو ربنا كان فين من شوية؟ كان مع شاول وبيعمل له ايه؟ بيديله رؤية، ظهر له. راح ساب شاول وطلع جاري على مين؟ على حنانيا. ايه رؤية تانية؟ لأنه هم شاول. الله الذي يسعى لخلاص الإنسان بطريقة عجيبة جدا. فراح لحنانيا قال له: يا حنانيا. حنانيا إنسان مدرب على سماع صوت الله. قال له: ها أنا ذا يا رب. أنا هو يا رب. قال له، فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. يا ربنا بعد ما ظهر لشاول راح لحنانيا، قال لي: حنانيا تروح الحتة الفلانية تلاقي واحد اسمه شاول الترسوسي. وعلى فكرة عايز اقول لك يا حنانيا، شاول الترسوسي ده شاف رؤية، وشاف في الرؤية واحد اسمه حنانيا. يعني شاف مين؟ ها؟ يعني قصدي يقول له شاف مين؟ قال له: شافك. اتاري حنانيا هو نايم، ربنا بيشغل حنانيا ويطلع يوديه في رؤية الناس تانيين. فاكر في مرة أحد الآباء الكهنة
واحدة كانت ست كبيرة حياة من زمان قوي، فقالت له أنا بشكرك يا ابونا. قال لها على إيه يا ست، أنا حتى يعني مش بسأل عليك ولا حاجة يعني. قالت له لا صدقني، أنا كل يوم حد الصبح الساعة 7 الصبح بتجيلي في الحلم وتصحيني تقول لي يا فلانة يلا روح الكنيسة. قال لها نشكر ربنا، إذا كان الواحد هو نايم بيشتغل يبقى ربنا حلو يشغله هو صاح ويشغله هو نايم. هو ده حنانيا. حنانيا نايم في بيته، ربنا قال له يا حنانيا ده انت اسمك وصورتك وشكلك ومنظرك وكلك على بعض كده ظهرت الواحد اسمه شاول. شاول وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخل وضع عن يده عليه لكي يبصر، فجاب حنانيا يا رب. الراجل زي ما يكون قلبه وقع في رجليه، ليه؟ لان هو سامع اللي بيعمله شاول. قال له يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. يعني عايز يقول له ربنا أنت بتقول إيه؟ شاول؟ قال له شاول؟ ده شاول ده عمل وعمل وعمل وعمل. طبعا شوف هنا بساطة الإنسان أو جهل الإنسان جنب حكمة الله. لانه يعني يا حنانيا انت لو فكرت فيها، انت اللي بتقول للمسيح ان شاول عمل وعمل وعمل، طب ما هو عارف، هو عارف يا حبيبي ده قبل ما يجي لك هو كان مرتب الموضوع مع شاول ومرتب لك الموضوع كله والقصه كلها خلصانه في فكره والترتيب كله مترتب. احنا مفكرين ان احنا هنعمل حاجه، احنا مش هنعمل حاجة، الحاجة عملها ربنا، لكن هو ربنا بيعلنها بينا في الزمن المحدد. بيقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لنا قبل تأسيس العالم. الحاجة الحلوة اللي ربنا عايزنا ليها او الرسالة اللي ربنا عايزنا ليها، الرسالة دي معمولة وخلصانة وكاملة في فكر الله. هو بس ربنا من حبه ومن اتضاعه ومن محبته لينا عايز يشركنا ان يعلن من خلالنا عمله الالهي العجيب في الزمن. فحنانيا بسلامته ارجو انه يسامحني يعني، فبيقول له ايه يا رب انت بتكلمني عن شاول ده عمل وعمل، يا غلبان يا حنانيا انت اللي بتقول للرب يسوع عن شاول ده عمل وعمل، ما هو عارف شاول ووازن شاول وهو اختار شاول وهو اللي ظهر لشاول وهو اللي مخلص الموضوع قبل ما يجيلك. فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك بني إسرائيل وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. قلب الله لا يتغير والله يظل أمين بالرغم من عدم أمانتنا. تخيل كده أنت لو عايز تعمل خير لواحد وتكلم واحد تاني تقول له أراك أن هعمل الخير ده لفلان، يقول لك لا بلاش فلان ده، فلان ده عمل وعمل وقال عليك وشال ودبر لك وعمل لك. الوسط تلاقي الواحد راجع نفسه يقول طب بلاش اعمل الخير ده. فالرب يسوع بيقول لحنانيا انا هبعتك لشاول. قال له انت عارف شاول ده عمل فيك ايه؟ ده اي حد بيؤمن باسمك شاول بيقبض عليه ويروح يوديه السجن.
قال له مع ذلك يا حنانيا ده إناء مختار لي، أنا اخترته ليحمل اسمي أمام أمم وملوك بني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه. أشكرك يا حنانيا، فعلا أشكرك، لأنه سمع صوت ربنا وما تمسكش برأيه، قال له خلاص يا رب أنت عايز كده أنا رايح وهعمل اللي أنت عايزه، أقدم لك يا سيدي مشورة حريتي. صحيح يا رب أنا عارف أن شاول بيقبض على المسيحيين، صحيح يا رب أنا عارف أن شاول حسب تقديري مش إنسان كويس، صحيح يا رب عارف أن شاول بيضطهد الذين يدعون باسمك، ولكن عشان أنت كلفتني بالرسالة أقدم لك يا سيدي إيه؟ مشورة حريتي. اركن العقل واركن التفكير وشوف مين اللي قدم الدعوة ومين اللي بعت الرسالة ومين اللي كلفك بالخدمة. لو انت مقتنع ان اللي بعت الرسالة هو الله نفسه واللي كلفك هو الله نفسه، سيبك من فكرك وسيبك من مشيئتك. قال له يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ده اللي عمله حنانيا، ده اللي عمل حنانيا. قال له حاضر يا رب أنا تحت أمرك، هعمل زي ما أنت قلت لي، سيبك من اللي أنا قلته وانسى اللي أنا قلته، أنا رايح وأشوف شاول ده ويعمل اللي يعمله شاول، بس أنا واثق في مواعيدك، واثق في تدخلاتك. فمضى حنانيا ودخل البيت وضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. ايه الجمال ده بتاع حنانيا؟ على فكرة حنانيا ده رائع، يعني ما راحش قال له يا شاول انت جيت لنا برجليك يا مضطهد للمسيحيين يا 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 ناكر للمسيح يا مضطهد، ما قالوش حاجة من ذا كله. قال له ايها الاخ شاول، منتهى الحب منتهى الرقة منتهى الحنان، قال له أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. واضح برضو أن الرواية مختصرة، ليه؟ لأن في رواية بولس في رواية لوقا الإنجيلي مع حنانيا عن حنانيا ما قالش ربنا ما قالوش أن أنا عاملها من الروح القدس، ولكن حنانيا جابها منين؟ يا اما فهمها من التكليف، يا اما في الغالب كان في كلام كتير بس لوقا الانجيلي ما حبش يكرره، يعني ما حبش يكرر اللي قاله ربنا لحنانيا واللي قاله حنانيا لبولس، لان وقتها كان نظام الاختزال في الكتابه. المشكله في كثير من اسفار الكتاب المقدس فكره الاختزال، لان ما كانش فيه اللابتوبس وبرامج الوورد بروسيسنج زي دلوقتي، والعمليه سهله ان احنا نكتب اي حاجه وكوبي وبيس ونعمل الحاجات دي. كان زمان الكتابه دي عمليه صعبه جدا، فعشان كده كانوا بيختزلوا الكلام وبيأثروا الكلام باي طريقه. فربما يكون بسبب الاختزال الكلام ده ما اتذكرش قبل كده. قال له لكي تبصر، دي قالها له قبل كده، قال له ان انا هبعتك عشان يبصر، قال له وضعا يده عليه لكي يبصر، قال له هو شاف واحد اسمه حنانيا وحط ايده عليه عشان يبصر، يعني انت رايح يا حنانيا عشان تفتح له عينيه وتمتلئ من الروح القدس، بس دي ما جاتش قبل كده.
العجيب انه على ما وضع ايدي على شاول فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. شوف بقى التغيير، وللوقت يعني على طول كده جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. ايه جمال النعمة ده وعمل النعمة الرائع، المضطهد يكرز ان المسيح هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم، وقد جاء هنا لهذا ليسوقهم مستقين الى رؤساء الكهنة. واما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. هي كلمة يحير دي هي اصلها في الترجمة الاصلية يفحم، يعني يقنع، جت في سفر دانيال بنفس الطريقة برضو، يعني يفهمهم ويقنعهم ان هو ده المسيح ابن الله. جات له منين الرؤية دي وجات له منين المعرفة دي؟ لقاء حقيقي مع الرب يسوع. ما محتاجين دي، محتاجين كل واحد يركع قدام ربنا يقول يا رب انا مش عايز خبرة قصص بسمعها، انا عايز خبرة لقاء حي معك. نفسي بكرة وانتوا في القداس قول يا رب انا جاي اتناول جسدك ودمك، مش عايز يبقى مجرد عقيدة او فكر، لكن عايز تلامس مع جسدك مع دمك مع شخصك الالهي. قل له لما تناول دمك اديني مذاقة حبك، لما تناول جسدك اديني اتحد بيك. لو عندنا الخبرة الحية واللقاء الحي اللي حصل مع شاول يحصل هذا التغيير وتحصل هذه القوة اللي شفناها في قصة شاول. اللي كان مضطهد دلوقتي بيكرز ان المسيح ابن الله ويفحم اليهود ان هذا هو المسيح. ولما تمت ايام كثيرة دي عدد 23 تشاور اليهود ليقتلوه. جاء عليه الدور بقى. فعلم شاول بمكيدتهم وكانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في سل، يعني نزلوه في سبت عشان يهربوه. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ، فخايفين منه مين يصدقه ده. فبيقول كان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل. عظيم هو برنابا الرسول، أن هو اللي قدم شاول بجرأة وبقوة. قال لهم يا جماعة الراجل ده شاف المسيح والمسيح كلمه، حدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الأخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس
في جميع اليهودية والجليل والسامرة، فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكسر. أنا نفسي أكلمكم عن رؤية بولس نفسه لموضوع تغييره، فده إن شاء الله المرة اللي جاية بنعمة ربنا. قبل ما نكمل إصحاح 9 عايز أشرح لكم إزاي بولس فهم القصة دي، وإزاي هو حس بيها قصة تغييره دي، وإزاي إن هو أتكلم عنها وعرض عنها، لأنها قصة مهمة خالص، قصة تغيير وعمل نعمة فائق، قصة تخلي كل واحد فينا إحساس إنه له نصيب إنه يعمل في حقل الله مهما كان هو مين. المهم يبقى ليه اللقاء الحقيقي والعشرة الحقيقية مع ربنا، ويبقى ليه نصيب في الخدمة باسم الله. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.